كنا في مدرسة، أنا كنت مدرسة حكومية اسمها الأورمان، لكن المدارس زمان الحكومية يعني كان الطالب البايظ هو اللي يخش مدرسة خاصة. الواد ده هيخش خاصة عشان بيشرب سجاير، فإيه ما ينفعش في مدرسة حكومية. فإحنا كانت الأورمان دي، أنا بعتز إن أنا خريج أورمان، كانوا يعلنوا النتيجة قراءة مش نروح نقراها. كان الناظر يقف الأول فلان، الثاني، الثالث، وهكذا. فكان الأخير واحد اسمه محمود ضيف، وكل واحد رايح بابوه، واحنا ثانوية عامة، راح ابوه ماسكه حتة على الأهل. يا ابني ده انا، وقلع الجزمة، ده انا صارف عليك، ده انا مش عارف ايه، لدرجة ابويا زعل جدا جدا. قال يعني ما صحش، انت اهنته مش عارف ايه، خلاص نصيبه. المهم لقيت واحد بيكلمني بيقول لي انت ما بتجيش اجتماع الأورمان ليه؟ احنا بنعمل السبت الأول وكل شهر اجتماع في نادي الجزيرة لخريج الأورمان، والأستاذ العايش بيجي، واللي ما واللي مات بنترحم عليه. باجي يا سلام، حبايبي كلهم الأورمان ده، أنا نفسي أشوف الفصل، ما شفتوش من يوم ما سبت ثانوية عامة. أنا داخل النادي وقفت، لقيت شيروكي قدام وشيروكي ورا ومرسيدس اس 500. اصحى في ايه؟ نزل شبهت عليه كده، قلت له مش انت محمود ضيف؟ قال لي موافي؟ قلت له اه موافي. قال لي يخرب عقلك، ده مش نفسي، انت اللي 40 سنه، انت فين انت؟ قلت له مش هم اللي فين، انت اللي فين؟ هذا البني ادم اخير الدفعه، اخير جايب 53%. شوف احنا كنا جايبين كام ودخلنا طب وهندسه وتعب، هو جايب 53%، دخل كليه التجاره، بقى رئيس مجلس اداره شركه جوتن بتاعت ابويا. حلو. الثاني جايب 60%، بس دخل صيدله، كان زمان صيدله مش كليه من القمه، يعني اللي يخش صيدله ده اللي ايه؟ اللي هيقف في اجزخانه. تمام؟ اه. فالمهم لقيته جاي يكشف، عماد يخرب عقلك انت فين؟ معاه في الفصل. كان موافي حبيبي، بوس وحضان تمام؟ قال لي تركت على المعاش؟ قلت له اه. قال لي بتاخدوا مكافاه نهايه خدمه؟ طبعا طبعا. على فكره احنا بناخد مكافاه نهايه خدمه من فلوسنا، من فلوسنا، يعني الحكومه كل شهر تروح واخده 20 جنيه وانت خارج تديك 60,000 جنيه، ده بتوعي، ده نصب يعني، اسمها مكافاه نهايه الخدمه فلوسي. فاحنا خدنا 60,000 كثافه. قلت له ايوه طبعا، ناخد 100,000 جنيه. فابتسم كده قال لي قلت له انت خلاص بعشت؟ قال لي اه. قلت له خدت مكافاه الخدمه؟ طبعا. قلت له خدت كام؟ قال لي 5 مليون دولار ورب الكعبه. قلت له يا ابن الكلب. طلع مدير اقليمي لشركه فايزر. مدير اقليمي لشركه فايزر، وهو خارج على المعاش خد 5 مليون دولار. لا علاقه يا اولاد بانك هتطلع كام وهتعيش ازاي. لا علاقه بينك. خالص. مش عايز اقول وظائف كبيره جدا عشان ما يصحش اتكلم على اسامي كبيره، انما ما كانوش ناجحين توجيهيه، كانوا ولاد كده. انت هتطلع ما يدريك مخلص، اشتغلت كويس هتبقى دكتور ناجح، وسيشار لك بالبنان. والله مفيش دكاتره كويسين في دكتور الصحه؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ مفيش دكاتره كويسين في الجيش؟ مين قال كده؟ هو كله كويسين في الجامعه؟ نفر. طب ما فيش في الجامعه ما بيشتغلوش؟ كتير جدا جدا من زمان ما بيشتغلش. فانسى الفلوس دي خالص. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء الارض انه الحق مثل ما انكم تنطقون. ده حقيقه، مش كلام فاضي. واياك تسرق العيال، حذار. اياك تبالغ في كشفك. اوعى تعمل كده. لان هذا يعني انا اقسم بالله العظيم، الحرامي اللي في الاتوبيس اللي يمشي للمحفظه اشرف من دكتور عمل قسطره بدون داعي. والله العظيم.